هتتزوجي ورايحة على فين؟ شمس، مش أنا النهاردة وعدت عبد الله إن أنا هفسحه؟ عبد الله؟ آه طيب، طب مش تقولوا لي ألبس أجي معاكو؟ طبعًا يا عمته يا حلوة أنتِ، بس الأول يعني ناخد رأي عبد الله. طبعًا أكيد، اسأليه. عبد الله، إيه رأيك ناخد عمتك معانا؟ طب هتروحوا فين عشان ألحق ألبس؟ بصي يا شمس، والله يعني أنا وعبد الله النهاردة هنخرج. أنا فكرت إن إحنا نروح السينما. بعد كده نخرج ناكل آيس كريم، وبعد كده نروح الملاهي ونركب العربيات ونركب الطيارة ونلف نلف نلف يا شمس، نقعد نلف 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 نلف. مش كنت بتلعب مع عبد الله؟ عشان كلكم عارفين ان انا كدابه. انا كدابه يا شمس، كدابه. مخي مش قادر يستوعب ان ابني مات. مخي مش قادر يستوعب ان ابني مات. مش قادر استوعب ان ابني مات. يا حبيبتي كده، ده كلام ربنا، خليه في يدك، ما تسيبيهوش واصل. اهدي اهدي، تعالي تعالي معايا نقوم نتوضى ونصلي جماعة، وإن شاء الله ربنا هيعوضك وهيطمن قلبك ويريح قلبك. انا عاوزاك يا بنت تنزلي البلد ضروري. لا 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 لا، كله لا ده. هو ايه اللي كله لا ده؟ اسمعي اللي بقولك عليه. اسمع ايه؟ انت عايزاهم يقتلوني؟ انت تروحي وتكلمي الواد محروس اللي كان لازقلك ليل ونهار ده. اسكتي، مش مبقاش يرد عليا، حتى يا ربي المعوج اللي انا رضيت بيه جه على حظي واتعدل. انا عاوزه اوصل لحسن باي طريقه، عايزه اتكلم معاه ضروري. حسن تاني يا خالتي؟ احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ لا ما خلصناش. الحكايه دي فيها ان وانا لازم افهمها. ازاي بدري طلعني بالسهوله دي؟ بقولك ايه؟ مش روحي اعملي لي حاجه اشربها اجري. حاضر. يا لهوي! هاخد عمرك يا نعيمه. بدري، انت خرجت ازاي؟ هربت من مستشفى السجن. طلقتني؟ ما حصلش. والله؟ امال ورقه الطلاق اللي معايا دي تبقى ايه؟ ايه لعبه منك دي ولا ايه؟ لعبه؟ لعبه ده ايه؟ استنى. اتفضل، ادي ورقه الطلاق اهي. حصلش، ما طلقتكيش. الورقه دي مش سليمه. لو كانت سليمه ايه اللي جابني هنا؟ يعني كان بيضحك عليا؟ ايوه، ده
كرني حموت جوا السجن. يا لهوي ده انا خاف على نفسي قوي، انا لازم امشي من هنا. بس هنخرج من هنا ازاي؟ زي ما دخلت هطلعك. طب اسمع، هطلع احط حاجه عليا ونمشي على طول. يلا يلا. أنا برضو قلت كده، أول مكان هتفكر تيجي فيه هنا. هل في ايه؟ سينب خرجت من السجن يا حسن، مروان جابها عنده البيت. تعالي تعالي. هاجي معاك فين؟ انا مش هستريح غير لما تقولي انت ناوي على ايه. حاضر، اهدي بس، اهدي اهدى يا ريتال. مش قادره. تعالي تعالي. الله الله، تعالي ليه بس كده؟ تعالي ارتاح ارتاح ارتاح. انا ماليش غيرك يا حسن، ماليش غيرك. انا بصيت حواليا لقيت الدنيا فاضيه قوي، فاضيه يا حسن. بس انا عرفت اللي انت عملته مع لقنا. جاي عشان كده يا ريتال. اه يا حسن، جاي عشان كده. جاي علشان ابقى معاك وابقى جنبك. جاي عشان لنا حق ولازم ناخده. نفس الكلام. لا مش نفس الكلام. انا مش عايزه فلوس يا حسن، ولا عايزه اي حاجه. انا مش عايزه بس اللي حق عبد الله ابنك. لبنى حامل يا ريتال. حامل.